بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم يا غاليات. مرحبا بكم مرة أخرى وكنتمنى لا فيديو تلقاكم في أحسن الأحوال. مهم كما كنصحكم دائما هي الابتسامة وراحة البال. اليوم جبت لكم مجربة من المجربات اللي كجربت درجة وكيف ما العادة هي مضمونة 100%. المجربة اليوم خاصة بتفتيح وصفاء ونضارة بشرة الوجه بشرة الجسم في أقل من شهر. النتيجة مضمونة 100% كما قلت لكم. ندوز المكونات المجربة أو الوصفة اليوم. معنا عندنا هنايا، شوفوا معايا، عندنا النشا. كل شيء تعرف أهمية النشا والفوائد ديالو العظيمة في شد البشرة واللي كيعطي واحد النظرة عجيبة. درتها أنا في هذا الحكي غير باش ما تفزقليش الكرتونة ونحافظ عليه من هذا، ما تقيسوش شي حاجه فزكه. كناخذوا ملعقه ديال النشا. انا ما غاديش ندير بزاف حيت انا بغيت نستعملو دابا غير لوجهي. الا بغيتو تستعملو الجسم راه كتاخذوا كميه اكثر، مي انا جبت لكم الوصفه باش تعرفوا الاهميه ديال هاد جوج مكونات في تفتيح كما قلت شد البشره، شد ترهلات البشره ونضاره البشره. كميه من الماء الورد كنخلطو، كنزيدو واحد شويه ديال هذا ماء الورد على النشا اللي غادي يجمع لي هاد العجين ويعطيني ماسك. خاص القوام ديالو يكون لين، يعني خاصني نبقى كنخلط المكونين حتى تيتجانسو ليا. شوفوا معايا مزيان تيتجانسو، فوالا. كنبقاو نحركو تنحصلو على عجين. انا هنايا عندي شويه سائل، يعني خصني نزيد مازال النشا. كنزيد النشا كما قلت لكم. الا بغيتو تحافظوا على الكرتونه ديالكم في النشا لا تفزق ولا شي حاجه، ديروها في شي حكيك اللي عندكم اللي متوفر. هذه فكره باش تحافظوا عليه. فوالا، راه خصكم ندعكوا عليه مزيان باش تحصلوا على ديك العجينه اللي قلت لكم اللي غتطبقوا على كامل الجسم ديالكم. فوالا، تشوفوا معايا تيكون شويه قاصح. نبقى نحرك كما قلت لكم حتى نحصل على قوام لين بهذه الطريقه. هذه هانتوما شوفوا معايا، شوفوا معايا مزيان كيفاش تينزل. شفتوه كيعقد؟ فوالا، بهذا القوام هذا. من بعد طريقه الاستعمال ديالو، من بعد ما تناخذ لادوش ديالي ومسالي نكمل، يا غادي يا مشيت للحمام غنحك اولا غير جو برون اون دوش، هكا كنطبق هاد العجينه على كامل الجسم ديالي. المهم بتطبقيها بيديك تطبقيها، المهم انا نحاول نطبقها بيديا. كنطبقو على البشره ككل بهذه الطريقه هذه، وتنجلسو به حتى تينشف. راه هو سيغ لو شون تينشف، ما كيحتاج زعما بزاف الوقت باش ينشف. وتنبقاو به مده ديال 15 دقيقه، ربع ساعه ولا من 10 دقائق لربع ساعه. ومن بعد تنغسلو الجسم ديالنا كما من بعد لاطوش كتشلي ليه، وهذا تشلي الصابون. كتغسلي الجسم ديالك بالماء الدافئ بيان سور، وكتخرجي بالصحه والراحه. الفعاليه ديالو كي قلت كتظهر في اقل من شهر بالمداومه بيان سور كما قلت لكم. المجربه مضمونه 100% تفتيح، شد البشره، علاج التشققات اللي كيكونوا في البشره. والمجربة ديال اليوم وصلت لنهايتها. كنتمنى انكم تجربوها وتبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم وصحابكم باش تعم الفائدة. وكنقول لكم بالسلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في مجربة اخرى بمشيئة الله. الى اللقاء.